إلى ذلك يواصل المركز الوطني لإدارة الطوارئ جهوده لمتابعة آخر تطورات التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة. هذا ويضم المركز عددا من الجهات الحكومية وفي مقدمتهم إدارات وزارة الداخلية، حيث تتم عملية الرصد والمتابعة المستمرة للحالة الجوية، بالإضافة إلى تلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين حول تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى متابعة انسيابية الحركة المرورية في جميع المناطق بمحافظات المملكة. طبعا بناء على توجيهات سيدي سعادة رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، تم تفعيل المركز الوطني لإدارة الطوارئ المدنية من يوم أمس مساء يوم أمس. تم متابعة الحالة الجوية من خلال تواجد جميع الجهات ذات العلاقة، وتم القيام بالإجراءات اللازمة لتأمين المواقع المختلفة ولوجود عدد من القوة في النقاط المختلفة لتأمين التغيرات الجوية الموجودة في المملكة. طبعا تعمل الغرفة الوطنية أو المركز الوطني وفق خطة متكاملة بين جميع الجهات للسيطرة على أي وضع لا قدر الله طارئ، ولتوفير المعلومات اللازمة لجميع المستويات القيادية. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. البلاغات اللي تخص التقلبات الجوية، عندنا بعض البلاغات اللي تتعلق بأعمدة الإنارة، الأشجار والإعلانات الطايحة على الشوارع الرئيسية والفرعية. طبعا رفعنا درجة الاستعداد في جميع مراكز الدفاع المدني للتقلبات الجوية، والإدارة إن شاء الله راح تكون على أهب الاستعداد للتقلبات الجوية.